مشاهدينا، نتعرف أكثر على مبادرة أهل السودان التي انطلقت في الخرطوم، فهي مبادرة أطلقها رجل الدين الطيب الجد لحل الأزمة السياسية في البلاد، تهدف إلى تحقيق توافق بين القوى السياسية والمجتمعية بما يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتحضر لإجراء انتخابات في نهايتها. ومع إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تأييده للمبادرة، أكد نائبه محمد حمتان دقلو الأسبوع الماضي وجود بعض التساؤلات حول المبادرة التي تشارك فيها أطراف كانت مع النظام المخلوع، وأبرز القوى التي غابت عن الاجتماع هي قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي، ولجان المقاومة، والحزب الشيوعي، وتجمع المهنيين. واللافت هو موقف الحرية والتغيير التوافق الوطني التي أيدت المبادرة سابقا ولم تشارك في انطلاقها.